السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندي أنا الحين الجيمبل مثبت التليفون على الجيمبل، لكن ما أدري بالجيمبل المخول اليوم ما بقى يشتغل، لكن مو مشكلة. زين، بنحاول إن نصور الحلقة هذه، يعني قد بغير الجو وأي كوفي شوب، وما بصور في الموتر، لكن شكي برجع السيارة مرة ثانية. السلام عليكم مرة ثانية من الموتر، أحييكم في قناتي المتواضعة، وبنتكلم عن تصوير الأشخاص مثل ما وعدتكم. ما أدري كم مرة قلت بنتكلم عن تصوير الأشخاص. المهم بلبس الحزام زين، أنا آسف على كلمة زين لكن بحاول أقللها. المهم بلبس الحزام، بثبت التليفون على هذه زين، برد أخبركم بعدين. دقيقة واحدة بس. السلام عليكم. تصوير الأشخاص باختصار بنسويه على جزئين، الجزء الأول زين اللي هو بشكل عام، والجزء الثاني بيكون عن السلفي. الشيء اللي لازم نفهمه إن الصورة لازم يكون فيها قصة، أي صورة زين، سواء أنا بصور عيد ميلاد، بصور شخص، بصور عيالي، بصور أي شيء، المفروض تكون صورة فيه شخص طخاطف، لأن أنا الحين في المعهد المطري ودي لما يخلص فأقولكم. كشيء رئيسي إذا لازم نفهم عن تصوير الأشخاص، هو لازم تكون عندي قصة في الصورة. يوم يقول لك الصورة عن 1000 كلمة زين، فتصوير الأشخاص يكون عن أزيد من هالشيء هذا. بدنا نتكلم اليوم في الجزء الأول زين. بعد مرة أنا آسف على الأصوات، هاي السراوندينج زين، لكن هاي كلمة زين وايد جالسة تطلع من المشكلة، بس بوزات وايد بعد عشان أحاول أركز، ما عندي كوفي. فالمهم تصوير الأشخاص، إذا أنا بصور شخص، ليش أصور الشخص هذا؟ على أي أساس؟ صورة في مناسبة، صورة في رحلة، صورة للذكرى، صورة. فثلاث عناصر مهمة جدا زين عندي في الصورة، صورة الأشخاص. أول شيء الشخص، الشيء الثاني المكان، الشيء الثالث الزمان. لأن اللي بتسوونه أنتوا في تصوير الأشخاص، أنكم بتجمدون موقف معين لشخص معين في مكان معين. فنرد مرة ثانية على شوية، بس دقيقة بس أخذ ولدي وبعدين بنكمل زين عن تصوير الأشخاص. تصوير الأشخاص الأشياء الرسمية، حق الجواز، اي دي، سفارة، اي شيء من هالأشياء هذه للاستخدام الرسمي. تفاصيل الوجه لازم تكون كاملة، الوجه لازم يكون سيد، الكتف لازم يكون بعد سيدة زين، الإذن لازم طالعة بدون نظارة، خلفية بيضة، خلفية زرقاء، خلفية بنفسجية، خلفية اللي هو حسب المكان اللي بتقدم فيه الورقة، هم بيقولوا لك، أو بتقدم فيه الأوراق أو الصورة أو من هالقبيل، هم بيقولوا لك شو الخلفية المطلوبة. بعد تصوير الأشياء الرسمية بنتكلم عن تصوير المناسبات، لأعياد ميلاد، الحفلات، هالأشياء، التخرج وهالأشياء كلها. نركز أول شيء على المحيط المكان زين، لأن أنا بنطلع مثلا صورة الكيكة في أعياد الميلاد، بطلع الشخص المعني، نبغى نحط كلوز أب مثلا على الشخص هذا يوم يقص الكيك، وهالأشياء المواقف هاي كلها زين. فلازم نركز على الإضاءة والخلفية وهاي الأشياء هاي كاملة. في التصوير الشخصي بعد، التصوير الشخصي بعد عند يعني في الحفلات، حفلات التخرج، المناسبات الثانية كلها، من مناسبة إلى مناسبة يختلف التصوير. فركز على الإضاءة، ركز على البوزيشنينج، الكومبوزيشن زين، يعني
نشوف الفريم الكادر منو بيكون فيه، شو الخلفيه اللي فيها، على اساس ان هاي الاشياء كلها التفاصيل، تفاصيل الخلفيه، تفاصيل الشخص، هاي كلها زين تناسبني انا حق المستقبل، بالذات اذا كان عيد ميلاد. يعني العيد ميلاد هذا كان في التاريخ الفلاني، في المكان الفلاني، في الوقت الفلاني، زين هالاشياء حق المستقبل كلها بتفيدنا. خلصنا شو الحين؟ خلصنا تصوير حق الاشياء الرسميه وتصوير المناسبات، تصوير السفر احلى شيء، سواء كان فيديو ولا فوتوغرافيا، زين بالموبايل. كل اللي انا ياس اقوله الحين بالموبايل، ما قلت اي شيء عن الكاميرات الثانيه. تصوير السفر كمل الجزء الاخير من الحلقه اللي هو تصوير السيلفي. دائما نركز على تصوير السيلفي في شو بنستخدمه احنا، زين هل بنستخدمه مثلا في السوشيال ميديا، ولا بنستخدمه استخدام خاص شخصي، هاي الاشياء هذه. حتى اذا بستخدمه انا مثلا في السوشيال ميديا، اول شيء لازم اعرف شو اللي ابغى اطلعه في السوشيال ميديا، كيف ابغى الناس يعرفوني ويتعرفون علي، وشو هي المعلومات اللي بياخذونها مني انا، او الفكره اللي بياخذونها عني انا من الصوره هذه. شيء تصوير السيلفي يوم يكون في السفر، كل واحد قابض له التليفون وتك تك تك صور عمرك. المشكله ان نحن بعض الاحيان ننسى عمرنا، وين نكون زي في السفر، هل مسموح لنا نصور في المكان ولا لا، شو الخلفيه اللي ورانا، الجو، هاي الاشياء كلها. فمطلوب يعني من الاشخاص في السيلفي بالذات يوم اصور سيلفي لازم اركز، زين هل في ناس وراي، هل مسموح لي اطلع الناس اللي وراي ولا لا، هل ان مثلا 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 بصور مثلا في مطعم، هل مسموح لي اني اصور في المطعم ولا لا، في كوفي شوب، قدام الكوفي شوب اصور وياي واحد مثلا، هل هذا يسمح لي اني اصوره ولا لا، هالاشياء كلها لازم نحن نحطها في بالنا. كمل في النهاية اختصر لكم الموضوع كامل. فالتصوير الشخصي او تصوير الاشخاص في جزئين، جزء الاستخدامات الرسمية وجزء الاستخدامات الشخصية. فجزء الاستخدامات الرسمية زين مثل ما قلنا حق الاي دي والاوراق وهالاشياء، والاستخدامات الشخصية سواء كان حق السوشيال ميديا ولا حق استخدامك الشخصي ولا حق الواتساب ولا حق ربعك وهالسوالف هذه. فنركز بعد مرة زين على الموضوع الاول اللي هو الاضاءه، اهم شيء زين الكومبوزيشن او تكوين الصوره، الخلفيه زايد يعني الباك جراوند، فرونت جراوند، جراوند زين، وهالاشياء كلها، المين سبجكت، حركه المين سبجكت، شو ابغى اقول انا في الصوره هذه، شو ابغى اطلع في الصوره هذه. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في التصوير بالموبايل. الحلقه الجايه بتكون باختصار عن بعض التكنيكال ديتيلز او التفاصيل التقنيه عن سيت اب الكاميرا، كاميرا الموبايل. طبعا انا استعمل السامسونج نوت 8 زين، فكل شيء بيكون موجود عليه، لكن بعطيكم هايلايت عن المسميات اللي موجوده زين. كل واحد يروم يطالع كاميرته او التليفون اللي عنده زين، ويروم يعرف هاي الاشياء كلها. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير وبخير زين، وتريوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حميد هاوي التصوير.